تفعل فعلتها. ولازم نقول ونعترف أنه كانت هنالك حرب خفية يعني بين التصريحات الرسمية وحتى أيضا بين تصريحات بعض الصماصير واللي يغذيه كثير من المنشورات وكثير من الصفحات. لما نهضر على سمسار ما نزمناش نشوفه ذلك الشخص الذي يأخذ سيارة ويشتريها وراح يبيع فيها يعود فيها وكأن السمسار هو ذلك الشخص فقط. لما نهضر سمسار راهي هنالك الناس راهي تشري بعشرات السيارات، نعم تشتري بعشرات السيارات وتعاود تقلب وعندها أنفون تاع أموال. هذوما اللي يديرون حملات مضادة، هذوما اللي ما ساعدوهمش لما نهضروا على أنه الأسعار السوق سوق السيارات القديمة في تراجع. هؤلاء ماذا بهم أنه يبقى هنالك تعتيم، أنه يبقى هنالك قلق على المستهلك الجزائري حتى يعني يكون المجال مفتوح لهم. ولكن الحقائق والأرقام الآن هي اللي تهدر. لا يمكن إنكار أن أسعار السيارات المستعملة تراجعت وتراجعت بقدر محسوس. روح فقط على أشهر موقع للبيع وروح شوف سنة 2022 سيارة وخذ نفس السيارة نفس المواصفات الآن في نوفمبر 2023 ويمكنك قياس نسبة تراجع سعرها. إذن هنالك تراجع ونحن نتوقع أنه هذا التراجع راح يزيد في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة لأنه هنالك علامات جديدة ولو أنه ماهوش بالكمية التي سوف تلبي طلب السوق ولكن تدريجيا هنالك علامات جديدة رايحة تدخل وهذه العلامات إن شاء الله تعالى راح تزيد تساهم في تراجع الأسعار.